يعني ما كانش في فرحه العيد خالص تقريبا، احنا كنا كلنا في البيت عشان الكورونا. لكن السنه دي الناس نزلت وبس يعني مع الاجراءات الاحترازيه، فعلى الاقل حاسين بشويه بايبس كده بتاعه العيد يعني. هذه الحمد لله احسن من السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت ما كانش حد بيخش الجوامع، السنه دي الحمد لله بنخش نصلي فيها. بصراحة عيد يكون صعب شوي بسبب الغربة، تكون صعوبات البعد عن الأهل. كلنا شباب طلبة هنا في ألمانيا، فتحس دائما بنوع من الصعوبة في العيد لأنك تقضي جل الأوقات لوحدك. عندنا أجواء مختلفة لعيد الفطر، طبعا مختلفة عن أجواء الدول العربية عندنا لأسباب عدة، من الكورونا والأوضاع اللي عايشين فيها حاليا، بالإضافة إلى نحن أغلب الشباب هون بعيدين عن أهاليهم، بعيدين عن أوطانهم، فبنحاول قدر المستطاع إنه نخلق أجواء شخصية بيناتنا وبين الشباب والأصدقاء. درنا بروتوكول تاع الوقاية الصحية، صلينا متباعدين، درنا مسافة الأمان، وإن شاء الله ماناش خارجين وما المقبلون إن شاء الله. اللي عنده تليفون عايط الأقارب في التليفون، في الميسنجر كاين وسائل التواصل. تروحوا لديار الناس ما تسلموش، الله يرفع علينا هذا الوباء وإنه ينصر بلادنا وينصر شبابنا. والله هي فرحة منقوصة على أهالي الموصل أنه هناك حظر تجوال وهناك قبولات وزيارات للعوائل، عوائل خاصة مدينة الموصل. يعني بصورة عامة ما نحكي بس على الموصل القديمة، يعني اليوم راح تنحرم كثير من العوائل من هذه القبولات وهذه الزيارات بين العوائل في مدينة الموصل. كورونا التوعامية تعبتنا مبدئيا، التوعام كان من أول والسنة فجتنا في ظروف معناها صعبة، شيء من الاقتصاد وشيء معناها من برشا حويج، معناها تعبت برشا المجتمع، تعبته أصلا. وصير تو السنة تشوف زيد حتى عيد الفطار ما فهمش عيد الفطار السنة، معناها كما السنين اللي فاتت معناها. ديال المقاهي كان الإغلاق تام شهر رمضان كامل، كذلك كانوا المساجد هما كانوا سادين، وحنا حنا مع الحكومة المغربية على هذه القضية ديال بالنسبة هي كتعرف راسها بأن كاين ظروف اللي كتحتم أنها دير القرارات الصعيبة على شي شوية. نحن اليمنيين نحرص على صلة القرابة وصلة الرحم مهما كانت الظروف ومهما كانت المعوقات، إلا أننا نقوم بواجبنا الديني والأخلاقي.